بداية في حوران بدأ إطلاق الرصاص على المتظاهرين، توسعت الدائرة شيئا فشيئا، ونحن نرجو أن لا يحصل قتل. كله والله أنا من الناس الذي جلست جماعة الإخوة ربما يسمعني بعضهم، جمعناهم وقرأنا البردة تبركا بها على نية أن يزول هذا النظام من بلادنا على ظلمه وإجرامه وكذا. على الأقل معاداة الدين يا أخي، قضية الدنيا لنا الآخرة، أخذوا من الدنيا ولم نثر عليهم، ولا نجيز، نحن لا نجيز الثورة بالسلاح، لا نجيزها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. بدأت الأمور يقولون سلمية سلمية سلمية، يبدأ يخرجون في الشوارع فيطلق عليهم الرصاص، يأخذون يجمعونهم من الشوارع بعد صلاة الجمعة، يأخذون البريء والمتهم، يأخذون الناس بالجملة، ثم إجراء متبع في جميع فروع المخابرات في سوريا، يجبرونهم على السجود لبشار الأسد. يعني ما المراد من هذا؟ أن كفروا هذا الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن تروا كفرا بواحا. يعني يبدو أنهم درسوا هذا جيدا، يعني أخرجوا بالسلاح. لماذا؟ علمنا بعد ذلك أخرجوا بالسلاح، يعني أنتم الآن تكفيريون تحملون السلاح، سيتدخل العالم جميعا للقضاء على التكفير. هذا تكرر إلى نهاية 2011، لم يحصل شيء يعني له يعني ذو قيمة، حتى الليرة السورية لم تنخفض إلى أواخر 2011. خرج بشفاعة الدكتور بوطي، كان يسعى الدكتور بوطي أن يعني أن يحل هذا الأمر، وطلب منه أشياء عاجلة، رفع رواتب الناس، إلغاء حكاية الحزب البعث الذي أذل الشعب على مدى 40 سنة أن يكون الحزب الحاكم للبلاد، أن إلغاء قانون الطوارئ. ما معنى قانون الطوارئ؟ أي سوري ليحق لأي جهة أمنية أن تأخذه وأن تعتقله ولو لمدة 20 سنة بدون محاكمة أصلا. هذا لا يوجد محاكمة، هذا قانون الطوارئ معمول به منذ 50 سنة. إلغاء قانون الطوارئ أشياء معقولة. فخرج الدكتور بوطي قال أنا أتعهد بهذه الأشياء، يعني يريد أن يردع الفتنة. هناك أخرجوا لنا شيخ اسمه عرعور، وواحد اسمه عريفي، واحد ما عارف إيش من الوهابية، وصباح مساء ويخرجون بالسلاح وباللباس الميداني. طبعا إيش أسد علي وفي الحروب نعامة، وإذا أخذ الجبان بأرض قوم طلب الطعن وحده والنزالة. يتكلمون يحارضون على الجهاد في الأماكن المكيفة، والناس يعيشون البلاء في سوريا. استعر الأمر واشتد الأمر، حصل في بداية الأمر الدولة الأمن مخابرات تريد أن ينتشر السلاح في الناس. كيف وكيف عرفت هذا؟ أعطي حادثة وتكررت في كل محافظة. لما حصلت أحداث درعا في حوران، جاءت سيارة من لبنان بتسهيلات كيف تدخل من داخل يعني الأشرطة الأمنية، وكيف تتجاوز دمشق وتصل إلى حوران، وكيف تتجاوز الحدود مليئة بالسلاح والمتفجرات والقنابل الآلية والرشاشات، ووضعت في منطقة في نوى، في مدينة نوى، وهي متروكة هكذا لمن شاء أن يأخذ. دخل الناس وأخذ كل واحد السلاح، عجبوه السلاح له قيمة عالية. ثم يراد شيء آخر بعد ذلك، شخص من يعني العقلاء وحريص على بلده ذهب، ومسؤول في الدولة أعرفه جيدا وأخبرني بهذا، هو أخبرني بهذا، ذهب إلى بلده وقال يا جماعة اتقوا الله تعالى، وذهب إليهم فردا فردا، أعيدوا السلاح يعني دمار البلد، سيدمرونكم، يعني سيرجمونكم الصواريخ، لا تأخذوا السلاح. حاول أو استطاع أن يأخذ أن يعيد السلاح كما هو وتركه في مكانه، لم يرق هذا للجهات الأمنية، صار السلاح يأتي في كل مكان. الدولة تقتل المتظاهرين من ناحية، ويعني تغض الطرف عن السلاح من جهة أخرى. واحد